وبهذا يا اخوان وكما ترون حصلنا على اللاعب ايبيك اخي الكريم ان شاء الله ماتيوس. السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم اخواني الكرام في هذا المقطع الجديد كما ترون في عنوان الفيديو. جبت لكم في هذا المقطع ثغرة اليوم للحصول على لاعب ايبيك بوستر يا اخي الكريم من باكج ايبيك خاص ببايرن ميونخ الجديد، نسخة للمدافع الاسطوري فان بويتن بليفل 101 ان شاء الله. وهذا المدافع طويل جدا 1.97 متر، سوف يكون مدافع رهيب بمعنى الكلمة. كذلك اللاعب لام بليفل 103 ان شاء الله، وماتيوس بليفل 103 ان شاء الله. المهم سوف اشارككم هذه الثغرة ان شاء الله التي سوف تزيد حظوظكم اكثر من 70%. جربوا هذه الثغرة ولن تندموا ان شاء الله. لفوا ب 100 كوينز او 900 كوينز. كما ترون اخوان لسوء الحظ ليس لدي كوينز للف هذا الباكج، ولدي مشكل في الشحن، لا استطيع ان اشحن ولا 100 كوينز. سوف اشارككم هذه الثغرة التي سوف تزيد حظوظكم اكثر من 70%. اذا كنتم سوف تلفون في هذا الباكج جربوا هذه الثغرة وان شاء الله يكون من نصيبكم لاعب هايلايت او لاعب ايبيك. اول خطوة سوف نقوم بها الدخول عند نونو مينديش مرتين يا اخي الكريم هكذا، ثم نفشى عند اللاعب هاتو، سوف ننتقل بعد ذلك عند اللاعب هارتمان مرة واحدة والاطلاع على احصائيته هكذا، ثم نفشى عند الحارس ايدرسون هكذا يا اخوان، سوف ننتقل بعد ذلك عند انطونيو سيلفا مرتين، ثم سوف ننتقل عند اخر لاعب موجود في الباكج مرة واحدة هكذا دون الاطلاع على احصائيته، ثم سوف نصعد فوق عند اول لاعب هو ماتيوس او لامي اخي الكريم 4 مرات، ثم نفس الشيء عند ماتيوس يا اخي الكريم، هكذا، ثم سوف ننتقل الى الخطوة الاخيرة وهي الدخول عند المدافع فاين يعني بويتن مرتين يا اخي الكريم والاطلاع على احصائيته هكذا، ثم مباشرة ما عليكم سوى الرجوع واللف ب 100 كوينز او 900 كوينز. ولا تنسى ان تكتب لي في التعليقات اي لاعب حصلت عليه من هذه الثغرة.